معانا النهارده شجره التفاح او شجره نيوتن. الشجره دي بتساعدنا في تعلم الاعداد من 1 لحد 10 والتمييز بين الاعداد الكبيره والاعداد الصغيره. فكرتها بسيطه جدا، عباره عن كرت مكتوب مرسوم عليه شجره، وجنب كل شجره عدد التفاح اللي هيبقى موجود في الشجره دي. طب فين التفاح؟ التفاح اهو، عباره عن اعواد اذن متلونه باللون الاحمر. الطفل بيقوم بتركيب التفاحه في الشجرة. ودلوقتي خلينا نشوف الوسيلة دي مع طالبة متميزة. أهلا بك يا مريم. أهلا بك حبيبتي. الوسيلة دي بتنفع مع طلاب كيجي، مريم في كيجي 1، فيدوب يعني الوسيلة دي بتبقى للسن الصغير. ماشي مريم، لو قلنا لك مثلا الشجر اللي قدامنا ده، مين أكتر شجرة فيها تفاح؟ الشجرة دي كان فيها كم تفاحة؟ 10 تفاحات. طب مين اقل شجره بتطرح؟ يا دوب بتطرح تفاح. هي واحد. الشجره اللي بتطرح تفاحه واحده. طب مين اللي نص ونص؟ بتطرح نص والنص الثاني ما بيطرحش. هي الخمسه. اهي تمام. طيب لو ادينا التفاح لمريم وقلنا لها يا مريم يلا نزرع التفاح جوه الشجر، مثلا يلا الشجره دي هنحط فيها كم تفاحه؟ واحده. طب قبل ما نحط التفاح في الشجر عايزين نكتب، نمشي على الخط تمام، ونروح حاطين تفاحة في الشجرة. جميل، ده الشكل النهائي بيبقى للكرت. طيب لو قلنا مثلا الشجرة دي هتطرح كم تفاحة؟ خمسة. يلا نحط فيها كم تفاحة؟ خمسة. نكتب الأول خمسة، نمشي على النقط. تمام، برافو عليكي. ونروح حاطين فيها التفاح، نمكن التفاح كويس علشان ما يقعش على راس حد. هي تفاحة واحدة في التاريخ وقعت على راس نيوتن، راح درسنا فيزياء طول عمرنا. نمكن التفاح كويس، كل الناس بتقطف التفاح من الشجر إلا احنا بنزرعه في الشجر، وهي دي الزراعة الحديثة. طيب احنا دلوقتي هنوقف الفيديو ثواني ونرجع لكم عشان نشوف شكل الوسيلة بالشكل النهائي. ودي كانت الوسيلة في شكلها النهائي، كل كرت مرسوم عليه الشجرة بالرقم بعدد التفاح اللي جواه. الوسيلة دي بقى نسميها شجرة الأعداد، شجرة التفاح، شجرة نيوتن. نيوتن ساب الفيزياء وإجا أسس معنا أطفال، نسميها زي ما نحب. شكرا زميلتنا مريومة، و شكرا حبيبتي، وبالتوفيق كده يا رب العالمين.